تم اليوم الوحدة هاي اللي هي الوحدة الخامسة عبارة عن موضوعها النيوكليك أسيدز. هلأ الاسم هاي كتير مهم، النيوكليك أسيدز اللي هي الأحماض النووية. هي عنا هذا الإكس هو الكروموسوم، لو فرضنا الكروموسوم بطلع منه سلسلة فيها بروتينات، سلسلة دي ان اي مع شوية بروتينات اللي بيقولوا لها الهيستونز هذولي، تمام. وبعدين لو فرضنا الحبل تبع الدي ان اي بيطلع لنا السلسلتين اللولبيتين المشهورين هذولي اللي بيقولوا عنهم الاحماض النووية. اوكي، فاحنا هذا الجزء اللي هو كتير راسخ بذهننا، بس قليل من الطلاب اللي بيقدروا يربطوا الموضوعين مع بعض. مشان هيك حطيت لكم اياها، هاي هي الصورة تبعت الوحدة. طيب نشوف شو بيعرفنا النيوكليك اسيدز. شوف شو بيعرف لنا النيوكليك اسيدز، اللي هو بقولنا macromolecules composed of chains of monomeric nucleotides. يبقى النيوكليك اسيد ماشي مكونة من النيوكليوتايد. In biochemistry these molecules carry genetic information from structure form or form structures within the cell. تمام، هي المسؤولة عن ايش؟ نقل الصفات الوراثية. هلأ في عندك نوعين من الأحماض النووية، واحد بيقولوا له دي أوكسي رايبو نيوكليك أسيد دي إن إي، وإشي بيقولوا له رايبو نيوكليك أسيد بدون كلمة دي أوكسي، تمام، وبيختصروا آر إن إي. تمام، نشوف هلأ هذولي شو قصتهم، بده يدخل لي في التركيب تبعهم علشان يقنعني ليش هم مختلفين، ونشوف كيميائيا فعليا كيف الذرات مترتبة وليش هم مبنيين بالطريقة هاي. هلأ the term nucleic acid اللي هو الأحماض النووية is the generic name for a family of biopolymers named for their role in cell nucleus. يبقى ليش بسموها nucleic acid أو أحماض نووية؟ لأن هي مفترض أنها موجودة في النواة. The monomers from the nucleic acid اللوحد البنائية الصغيرة من الأحماض النووية بسموهم nucleotide. خلينا نميز في مصطلحين رح يمرقوا معانا كتير قرب من بعض، واحد بيقولوا له نيوكليوتايد هذا اللي احنا حناخده من هون، واحد تاني بيقولوا له نيوكليوسايد. خلينا على الأول اللي هو نيوكليوتايد. النيوكليوتايد زي ما احنا شايفين هنا مكون من نيتروجين بيز، قاعدة نيتروجينية، مش محدد لك شيء القاعدة النيتروجينية، في عنا أربع قواعد نيتروجينية رئيسية، وهون في عنا طبعا في الدي ان اي، وفي عنا هنا اللي هو السكر الخماسي منقوص الأكسجين، عشان هيك بيقولوا لنا عنه إيش ديوكسيرايبونيوكليك أسيد. يبقى في عندك قاعدة نيتروجينية، في عندك هنا السكر، والسكر مربوط بإيش؟ مجموعة فوسفات. هلأ الترتيب هذا تبع السكر مهم. سكر الريبوز هو أساسا سكر خماسي، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، على الكربون الخامسة بترتبط الفوسفات، هي الكربون الخامسة، وعلى الكربون الأولى بترتبط القاعدة النيتروجينية. أوكي، وهذا الإشي مهم علشان هم لما يترتبوا مع بعض نعرف كيف بينشبك قاعدة، بينشبك نيوكليوتايد مع نيوكليوتايد تاني. كمان مرة، إذا النيوكليوتايد مكون من قاعدة نيتروجينية، سكر، ومجموعة فوسفات. السكر هون ما بنحكي عن جلوكوز، نحكي عن سكر الريبوز. إذا بنحكي عن دي إن إيه رح يكون سكر الريبوز منقوص الأكسجين، بيقولوا عنه ديوكسي ريبوز، وإذا كنا بنحكي عن آر إن إيه فساعتها حيكون الريبوز عادي مش منقوص الأكسجين. ماشي الحال، نشوف هلا القواعد النيتروجينية. إيتش نيوكليوتايد، أنو نيوكليوتايد اللي هو شفنا قبل شوية صورته، اللي هو عبارة عن قاعدة نيتروجينية وسكر وفوسفات، consist of three components. هلا بفصل لك إياهم تفصيل. القاعدة النيتروجينية nitrogenous heterocyclic base. ليش بيقولوا عنها heterocyclic؟ لأنه فيها كربون وفيها نيتروجين، أي إشي بيدخل فيه عنصر غير الكربون بيقولوا عنه هيتيرو. أوكي؟ طيب بعدين في عنا سكر خماسي، قلنا ممكن يكون ريبوز ممكن يكون ديوكسيرايبوز، وعنا مجموعة الفوسفات. خلينا نشوف القواعد النيتروجينية حيركز لنا عليها. في عنا إشي بيقولوا له البيورينز، البيورينز مكونة كل واحد من حلقتين، وفي عنا إشي بيقولوا له بيريميدينز. ماشي الحال، البيريميدينز مكونة كل واحد من حلقة واحدة. هلأ نشوف شو هم البيورينز وشو هم البيريميدينز وكيف أساساً بترتبوا مع بعض. أوكي، بس مبدئياً نعرف إيش هم القواعد النيتروجينية، إنه النيوكليوتايد مكون من قاعدة نيتروجينية إما بيورين أو بيريميدين،
ومن بنتوز شوجر سكر خماسي هل اللي هو هنا الريبوز إذا كنا بنحكي عن الـ RNA هي 1 2 3 4 5 ماشي. وننتبه هنا على رقم 2 إنه إيش الأكسجين تبعته موجودة معه، بينما الديوكسي ريبوز إيش على الكربون رقم 2 مش موجودة الأكسجين. نشيك عليه هنا، هذا بكتب معانا هيك ماشي. ننتبه هون انه في عنا الهيدروكسيل تبعته، بينما هون ايش ما في شيء هيدروكسيل. اوكي طيب، اذا القاعدة النيتروجينية وسكر الريبوزي ممكن يكون عادي وممكن يكون منقص الاكسجين، وفي عنا فوسفات جروب. طيب نشوف هون النيوكليك اسيدز ار يوجوالي ايذر سنجل ستراند اور دبل ستراند. تمام، هلا الاحماض النوويه اما بتكون سنجل ستراندد سلسله واحده او دبل ستراند سلسلتين لولبيتين. طيب وشو اللي بيشبكهم مع بعض هذول لو صاروا سلسلتين لولبيتين؟ تو سنجل ستراند نيوكليك اسيد هيلد توجذر باي هيدروجين بوندز، يعني الروابط الهيدروجينيه هي اللي بتمسك السلسلتين على بعض. الروابط الهيدروجينيه ضعيفه، اوكي مزبوط ضعيف الروابط الهيدروجينيه، لكن كثره الروابط الهيدروجينيه بتخلي تعطي المركب قوته. اوكي ان كونتراست ال ار ان اي از يوجوالي سنجل ستراند بات اني جيفن ستراند مي فولد باك ابون اتسلف عشان تعمل سكندري ستراكشر، زي ما رح نشوف لقدام شوي ان ال ار ان اي في منه انواع، في شيء اسمه تي ار ان اي وفي شيء اسمه رايبوسومال ار ان اي. اوكي خليهم هدول على جنب لقدام نجيهم. طيب وبعدين في عنا بقولنا ملاحظه انه السكر بيرتبط مع الفوسفات بشيء بيقولوا له فوسفوداي ايستر بوند. اوكي طيب ماشي، كيف السكر مع السكر بيرتبط بجلايكوسيتيك بوند؟ كيف الامينو اسيد مع الامينو اسيد بيرتبط برابطه ببتيديه؟ هلا السكر والفوسفات بيرتبطوا بفوسفوداي ايستر بوند. طيب نيجي نشوف هلا التايبس اوف نيوكليك اسيد. اول اشي رح يشرح لنا عن الديوكسي رايبو النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي اللي هو موجود جوا النواة. هاي عنا النواة، هاي الكروموسوم، وهاي فرطنا الكروموسوم طلع عنا سلسلة كبيرة من الدي ان اي لكن مربوط معها شوية بروتينات. تمام، اللي هم اسمهم بروتينات الهيستون. تمام، لما فرطناهم بين معانا في الاخر الدي ان اي سلسلتين لولبيتين، فكينا السلسلتين عن بعض بين في عنا هدول الرموز اللي هم عبارة عن قواعد نيتروجينية. شوف شو حاكي لنا هون كلمة عامة، الديوكسيرايبو نيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي contains the genetic instruction used in the development of functioning of all non-living organism. تمام، احنا بنعرف انه الصفات الوراثية محمولة على الدي ان اي. The main role of DNA molecule is the long-term storage of information. تمام؟ إذن الهدف من DNA أو وظيفته الرئيسية storage of genetic information. And DNA is often compared to a set of blueprints. ماشي؟ زي كأنه هو بشكل البصمة تبعتنا. Since it contains the instruction needed to construct other component of the cell. يعني الصفات الوراثية اللي بتكون موجودة هون، يعني زي إيش؟ أي صفات وراثية ماشي الحال، أي بروتينات، بروتينات اللازمة عشان ينعمل الصفات الوراثية عشان جسمك يعمل إنزيم معين، عشان يعمل بروتين معين، علشان انت يطلع عندك بروتين معين في الشعر، يطلع شعرك اسود، يطلع شعرك بني، او مثلا بروتين معين عشان يظهر في اللون العينيني اللي هو صبغه الميلانين، عشان يكون لون عينيك ازرق او يكون لون عينيك بني وهكذا. تمام، فاذا كل شيء موجود على الدي ان اي. طيب the DNA segment that carry this genetic information is called gene. ماشي الحال، وهلأ في أشياء بيتحكم فيها جين واحد، في أشياء بيتحكم فيها أكثر من نوع من الجينات، يعني حسب ذاكرتي لون العيون بيتحكم فيه 6 أزواج مختلفة من الجينات. طيب but other DNA sequence have structural purposes. ماشي،
يعني في مرات بيكون الـ DNA أو الصفات اللي موجودة على الـ DNA موجودة لـ structural purposes or are involved in regulating the use of the genetic information. يعني ما بيكون موجود مرات في أشياء أو في شفرة بتكون موجودة على الـ DNA ما بترمز لبروتين معين، لا للون شعر ولا للون عينين، لكن إيش بترمز؟ هي تنظيمية عشان يبلش الجين من هون أو يوقف الجين من هون، عشان يبلش تضاعف الـ DNA من هون أو عشان يوقف تضاعف الـ DNA هون. أوكي؟ يعني أمور تنظيمية أو شفرة تنظيمية عشان الإنزيمات تفهم منين تبلش أو منين أو وين توقف. أوكي؟ هذا حيبين معانا في المرة الجاي لما نحكي عن تصنيع البروتينات كيف بيتم بالخلية. طيب، نتكلم عن الـ DNA أو اللي هو نيوكليك أسيد. هلأ بيقولوا لي الكومبوننت تبع الـ DNA، في عنا نيوكليوبيزز اللي هي القواعد النيتروجينية، هيهم عنا السيتوسين، الجوانين، الأدينين والثايمين، هدولي found predominantly in DNA، while الـ RNA في عنده يوراسيل بدل الثايمين. هلأ مش الـ DNA قلنا فيها أربع قواعد نيتروجينية، السيتوسين والجوانين أدينين وثايمين. الـ RNA ما عنده ثايمين، عنده بدل الثايمين إشي اسمه يوراسيل. أوكي؟ هلأ كل واحد من هدول القواعد النيتروجينية برمزوا له بالرمز، السيتوسين رمزه سي، إجوانين رمزه جي، أدينين رمزه أي، ثايمين رمزه تي، واليوراسيل اللي حكينا موجود في الـ RNA رمزه يو. طيب ماشي الحل. هلأ القواعد النيتروجينية هاي قلنا بتكون إما معمولة من هيتيروسايكليك رينج، 1 هيتيروسايكليك رينج سنجل رينج بيقولوا ساعتها اسمهم بيريميدينز. ماشي الحال، إذا معمولة من حلقة واحدة هيهم هون هيتيروسايكليك رينج بنقول عنهم بيريميدينز. مين هم البيريميدينز؟ السيتوسين والثايمين. طيب ممكن يكونوا معمولين من حلقتين 2 هيتيروسايكليك رينج أو دبل هيتيروسايكليك رينج، بيقولوا عنهم بيورينز. مين القواعد النيتروجينية اللي هم بيورينز؟ الأدينين والليجوانين. تمام؟ وهي الصورة، إذا أنت ما بدك تقرأ الشرح هذا كلياته خلص تطلع على الصورة هون، وهي البيرميدين اللي هي عبارة عن حلقة واحدة في عندك سيتوسين وثايمين، وبينما الأدينين والليجوانين بيتكونوا من حلقتين بيقولوا عنهم بيورين. تمام؟ هلأ اليو اليوراسيل برضه حلقة واحدة بيعتبر من البيرميدين. ليش؟ لأنه إحنا قلنا هو بيكون موجود في الـ RNA بدل الثايمين، فيفترض إنه شكله الكيميائي يشبه الثايمين. أوكي؟ فأنا محفظها للطلاب بقولهم البيرميدين. ماشي، البيرميدين بيزز هم كات، سيتوسين، يوراسيل وثايمين. طيب ماشي، نشوف هلأ كيف بدهم ينشبكوا مع بعض. بقول لي النيوكليوبيزز ار كومبليمنتري. كيف يعني كومبليمنتري؟ يعني بيكملوا بعض. كيف يعني؟ هلأ عادة السيتوسين بيرتبط مع الجوانين بثلاث روابط هيدروجينية زي ما هو موضح بالصورة، والأدينين بيرتبط مع الثايمين برابطتين هيدروجينيتين. أوكي؟ هلأ فعليا هلأ هون عندك الجوانين مكون من حلقتين، والسيتوسين مكون من حلقة قبل شوي اتفقنا عليهم. هلأ هدول لما يجوا يصفوا قبال بعض رح إيش يكون بيناتهم؟ روابط هيدروجينية. تمام؟ ثلاث روابط هيدروجينية، هي واحدة تنتين ثلاثة. ماشي؟ هي مش مبينة النقط الحمراء اللي هي المفروض هنا. ماشي؟ لكن هم إيش؟ هاي هيدروجين مع النيتروجين مربوطة، أوكي؟ بسلسلة برابطة covalent bond، وهون الهيدروجين بيش بترتبط مع الأكسجين من الجزء الثاني برابط هيدروجينية. هون الهيدروجين مرتبطة مع النيتروجين برابطة covalent، وبترتبط مع النيتروجين من الجزء الثاني برابطة هيدروجينية. نفس الشيء هون النيتروجين والهيدروجين مربوطين برابطة تساهمية، وبيرتبطوا مع الأكسجين اللي من الجزء الثاني برابطة هيدروجينية. فعنا ثلاث روابط هيدروجينية. تمام؟ وشكلهم الكيميائي بيساعدهم إنهم يعملوا ثلاث روابط هيدروجينية. بينما الأدينين والثايمين برضو بهاي الصورة، هي هنا كوفيلنت بوند، بيرتبطوا برابطة إيش؟ هيدروجينية مع الأكسجين من الجزء الثاني. هون الهيدروجين والنيتروجين كوفيلنت بوند، بيرتبطوا مع النيتروجين إيش؟ برابطة هيدروجينية. أوكي؟ وزي ما قلنا
كتر الروابط الهيدروجينية بخلي مركب الـ DNA بيعطيه شكل ثابت. هلا هم شو دائما بيجوا بيسألونا بالامتحانات؟ السيتوسين والجوانين أكم من رابطة هيدروجينية، والأدينين والثايمين أكم من رابطة هيدروجينية، أو مين بدك تبذل طاقة أكتر علشان تبعدهم عن بعض، السيتوسين والجوانين ولا الأدينين والثايمين؟ شو رأيكم؟ الأدينين والثايمين. لا، السيتوسين والجوانين اللي عنده روابط هيدروجينية أكبر بدك تبذل طاقة أكتر عشان تفصلهم عن بعض، يعني هذا بيكون أثبت كيميائيا لأنه عدد الروابط الهيدروجينية فيه أكتر. طيب ماشي، نيجي نشوف هون هلا المصطلح الثاني اللي هو النيوكليوسايد. احنا اللي اخذناه في اول المحاضرة شو كان اسمه؟ كان اسمه النيوكليوتايد، كان عبارة عن قاعدة نيتروجينية وسكر وفوسفات، وقلنا رح ناخذ اشي ثاني اسمه النيوكليوسايد. تمام، هلا النيوكليوسايد هذا نفس التركيب ماشي، لكن ما فيه فوسفات، اوكي، فعشان هيك حطوا لنا اياه بشكل منفصل. بقول لي نيوكليوسايد ار جلايكوزايلامين ميد باي اتاتشينج نيوكليوبيز للريبوز او ديوكسي ريبوز. جاب سيرة الفوسفات؟ ما جاب سيرة الفوسفات، يبقى النيوكليوسايد ما عندهم فوسفات. طيب ملاحظة، النيوكليوسايد is a base linked to sugar، يعني سكر مشبوك مع قاعدة نيتروجينية. اوكي، هاي هون حاطط لنا جدول بيوضح لنا مثال. هاي هذا الادينين اللي هي القاعده النيتروجينيه، اللي هي الادينين المكونه من حلقتين 2 هيتيروسايكليك رينج. هلا لما بتنشبك مع سكر بصير اسمها نيوكليوسايد. هاي القاعده النيتروجينيه وهي السكر اسمه نيوكليوسايد. واذا كان السكر منقوص الاكسجين هي موضح لنا عند رقم 2 انه عنده OH، بينما هون في الجهة هاي ما عندنا سكر، فهذا اسمه الأوكسي نيوكليوسايد. ماشي الحال، ليش حطينا السايد بدل ما كنا نحكي نيوكليوتايد في الأول؟ نيوكليوتايد له فوسفات، نيوكليوسايد ما له فوسفات. تمام، هلا شو بقولنا الأسماء هون؟ their names are derived from the nucleic base name then nucleoside commonly occurring in DNA RNA. ايش اسمعهم؟ السيتيدين، تمام، is derived from the nucleobase cytosine. ماشي، يعني القاعدة النيتروجينية اسمها سيتوسين، النيوكليوسايد تبعها اسمه سيتيدين. طيب في عنا اليوريدين is derived from the nucleobase يوراسين. أدينوسين اللي هو النيوكليوسايد اللي بيحتوي على الأدينين. الجوانوسين اللي هو النيوكليوسايد اللي بيحتوي على القاعدة النيتروجينية الجوانين. الثايميدين هو ايش؟ النيوكليوسايد اللي بيحتوي على الثايمين. يعني لما بيجي بقول لك ادينوسين، ادينوسين ترايفوسفيت، احنا حافظينها هاي الاي تي بي اختصار الادينوسين ترايفوسفيت. ادينوسين ايش؟ جاي من القاعدة النيتروجينية ادينين، لكن تعني انه موجود معاه سكر ماشي، وبعدين احنا حطينا الفوسفات قد ما بدنا. اوكي، فاذا هدول ضروري نحفظهم علشان الطالب لما تيجي انت تدرس اي شيء له علاقه بالكيمياء الحيويه ما تفكر انه والله هم مش عارفين يكتبوا كاتبين لك سيتيدين بدل سيتوسين. لا، السيتوسين معناها القاعده النيتروجينيه لحالها، السيتيدين معناها القاعده النيتروجينيه مع سكر. اوكي، الادينوسين هي القاعده النيتروجينيه مع سكر، الادينين القاعده النيتروجينيه لحالها، وهكذا. شو بيقول لي هون؟ when a phosphate is added للنيوكليوسايد ساعتها بصير اسمه نيوكليوتايد. تمام، نيوكليوتايد are named after the نيوكليوسايد. ماشي، نيوكليوتايد هو اللي فيه الفوسفات، نيوكليوسايد اللي قعدنا نحكي عنه هلا اللي بدون فوسفات. تمام، is named after the نيوكليوسايد in which they are based in junction with number of phosphate they contain. يعني مثلا خلينا ناخذ المثال الـ ATP اللي هو مشهور كتير 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 وإحنا حافظينه. أوكي، خلينا نمشي معاه حبة حبة. من الأول الأدينين اللي هو القاعدة النيتروجينية bonded to arybose، تمام، سكر مع القاعدة النيتروجينية بيعمل نيوكليوسايد. النيوكليوسايد الذي يحتوي على الأدينين شو قلنا فوق اسمه؟ فقلنا اسمه أدينوسين.
اوكي، وهي حكينا نفس الكلمه هون ادينوسين، تمام. اذا الادينين مع الريبوز اسمه ادينوسين. طيب ماشي الحال. هلا الادينوسين بوندد، مين الادينوسين؟ اللي هو السكر مع القاعده النيتروجينيه، بوندد تو فوسفيت جروب، بنقول عنه ادينوسين مونوفوسفيت. طيب اذا شبكنا كمان فوسفات بصير اسمه ادينوسين داي فوسفيت، اوكي. واذا شبكنا كمان فوسفات يعني صاروا ثلاث مجموعات فوسفات بصير اسمه ادينوسين تراي فوسفيت، او اللي هو مركب الطاقه المشهور اللي هو ATP. ATP تعني ادينوسين اللي هو سكر مع قاعده نيتروجينيه، وتراي تي تراي يعني ثلاثي الفوسفات، فيه ثلاث مجموعات فوسفات مرتبطين مع بعض. طيب ماشي الحال. هنا موضحين اياهم بشكل ايش؟ كيميائي. هاي السكر، تمام. هاي البيورين او البيراميدين قصدهم اللي هي القاعده النيتروجينيه، وهاي ايش؟ السكر هنا الريبوزي منقوص الاكسجين، هذول هم كومبوننت من الدي ان اي، اوكي. هاي القاعده النيتروجينيه، وهاي الريبوز، وهاي الفوسفيد، تمام. بيرتبطوا مع بعض، اول اشي بيرتبط القاعده النيتروجينيه مع السكر، تمام. وبعدين هاي السهم رايح معانا على اليمين، هاي القاعده النيتروجينيه والسكر، وبيرتبط معانا الفوسفات، ونتذكر انه الفوسفات بيرتبط على الكربونه رقم 5، هذا الاشي مهم لقدام شوي. طيب عشان هيك بسموها 5 برايم فوسفيت، انه الفوسفات بترتبط معنا على الكربونة الخامسة. وليش 5 برايم او خمسة فتحة؟ ماشي، خمسة هاي الفتحة لانها على السكر، بينما القاعدة النيتروجينية هنا بعدوا الكربونات عادي، لما بيحطوا لنا فتحة بيحطوا لنا ايش معناته؟ انه هي هادي على السكر. طيب نشوف عنا هون كيف بده يترتبوا ايش ال 2 نيوكليوتايد مع بعض. شو بقولنا؟ هاي هون بالرسمة، هاي عندك نيوكليوتايد، هاي قاعدة نيتروجينية وسكر وفوسفات، وهي عندنا نيوكليوتايد تاني قاعدة نيتروجينية وسكر وفوسفات. انتبهوا لي مع بعض كيف مرتبطين. هلا احنا حنشرحهم على الرسمة، هو حاكي لنا اياهم حكي هون، اوكي. نركز مع بعض. قلنا هلا السكر لما بنيجي بنعد كربوناته بيحطوا لنا عليه فتحه، ليش؟ عشان يميزوا كربونات السكر عن كربونات القاعده النيتروجينيه. هلا عندنا السكر الريبوزي هون، هي 1 برايم 2 برايم 3 برايم 4 برايم 5 برايم، ومتفقين احنا الفوسفات راح ترتبط على 5 برايم، اوكي. عشان هيك بسموها، هاي اتفقنا ال 5 برايم اند، هذا نيوكليوتايد لحاله، اوكي. طيب هلا لما بدي يجي نيوكليوتايد ثاني يحتوي على القاعده النيتروجينيه والسكر والفوسفات بنفس الطريقه مرتب، وفوسفات تبعته مرتبطه على الكربونه الخامسه تبعت السكر، كيف بدهم ينشبوا هذا كقاعده نيتروجينيه، هذا كنيوكليوتايد وهذا كنيوكليوتايد، كيف بدهم ينشبوا مع بعض؟ يعني خلينا انا احط عليهم كل واحد دويره عشان ايش نميزهم عن بعض. هذا نيوكليوتايد لحاله، نحط واحد تاني لون اخضر، وهي النيوكليوتايد التاني. معاي ولا توهتوا؟ لا دكتورة معاي. اوكي، هي اذا عندنا هون هي قاعدة نيتروجينية سكر وفوسفات، وهي قاعدة نيتروجينية سكر وفوسفات، اتفقنا هذا اسمه نيوكليوتايد وهذا اسمه نيوكليوتايد. هلا القاعدة النيتروجينية هون ادينين، وهون القاعدة النيتروجينية سيتوسين، اخذينهم هم كمثال. هلا نركز على قصة الارقام. هلا اتفقنا الفوسفات بتكون مربوطة على السكر على الكربون الخامسة، اوكي، وهي النيوكليوتايد الثاني هي الفوسفات تبعته مربوطه على السكر الخامسه. لكن قلنا مش كل نيوكليوتايد راح يرتبط مع النيوكليوتايد الثاني، راح يجي يرتبط من وين؟ من عند الكربونه ايش؟ الثالثه، اوكي. ف
فخلينا نعلم عليها ونركز عليها هون منيح. هاي هون ننتبه انه ارتبط الفوسفات على 3 برايم. اوكي فمعناته لما يجي يشبك نيوكليوتايد اللي هو الأخضر عندنا هذا مع النيوكليوتايد الثاني الأحمر، حيضطر الفوسفات تشبك إيش على الكربونة الثالثة من السكر. أوكي فبتصفي كأنه عندنا الفوسفات جاي بين إيش، بين كربونتين لسكر، جهة 3 برايم ومن جهة 3 5 برايم. 5 برايم اللي هي أساسا شابكة معها على المركب تبعها النيوكليوتايد تبعها، لكن لما تيجي تشبك على النيوكليوتايد الثاني أوكي راح تشبك عند الكربونة الثالثة. هلأ مشان هيك هم لما بيجوا بيسمولنا المركب بيجي بيقول لك هنا هذه الـ 5 برايم إند. ليه؟ لأنه الفوسفات مرتبطة على الـ 5 برايم إند، وهنا لما بيجي للجهة اللي تحت بقول لك هاي 3 برايم اند، لانه الفوسفات هنا مرتبطه على الكربونه الثالثه. فهذا المصطلح رح يفرق معانا كثير لقدام، لانه الانزيمات في شيء بيشتغل من ال 5 برايم. نيجي نشوف هون ال ATP بيرجع باكد لنا عليه، احنا حكيناه قبل شوي منين اجى الاسم اللي هي الادينوسين تراي فوسفيت، بس بيرد بعيد لنا الفكره عشان تعرف انه ال ATP هو مركب طاقه. ال ATP is high energy molecule in the cell, it is often referred to as the currency of the cell. كيف انت وحدة العملة عندك الدينار الأردني مثلا هنا ماشي في البلد، ولكن وحدة التعامل في الخلية وحدة الطاقة اللي هي الـ ATP. هاي قاعدة نيتروجينية، هاي سكر، هذا اسمه أدينوسين. أوكي وهون أكمل مجموعة فوسفات، ثلاثة فوسفات، فبيطلع اسمه أدينوسين تراي فوسفيت. هلأ إذا كسرنا إيش رابطة أو كسرنا مجموعة فوسفات، كسر الروابط ينتج طاقة. أوكي فبصفي عندك من المركب اللي كان معك الـ ATP بصفي أدينوسين داي فوسفيت، بيقولوا عنه ATP، وبينتج طاقة، الطاقة بتتصرف فيها الخلية مشان تمشي أمورها. طيب إذا زنقنا بدنا كمان مرة طاقة، بنرد بنكسر المجموعة الفوسفات وبننتج طاقة وبصفي عندنا أدينوسين مونو فوسفيت. هاي الفكرة هنا إعادة حكيناها قبل شوي. طيب هنا آخر شيء في موضوع الـ DNA بيقول لي الـ nucleotide and deoxynucleotide. تمام الـ nucleotide consist، nucleotide كمان مرة هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن القاعدة النيتروجينية والسكر والفوسفيت. consist of nucleoside، إيش nucleoside؟ عبارة عن القاعدة النيتروجينية والسكر. تمام and one phosphate. هلا النيوكليوتايد are the monomers of RNA، بينما deoxynucleotide are the monomers of DNA and they play an important role in metabolism، تمام and signaling in the cell. تمام فهلا نشوف عنا، لا ممكن يورجوك الصور او يعبروا لك عن DNA باكثر من شكل، هذا اللي بسموه النموذج الطابات، بورجي كل الذرات اللي موجودة، الهيدروجينات والكربون ماشي الحال. وهنا عنا نموذج مصغر عنه اللي هو السلسلتين اللولبيتين، ممكن يرمزوا لنا للقواعد النيتروجينية بالرموز هاي أصفر وأزرق ماشي أخضر وأحمر. أوكي أو ممكن يكونوا قاعدين لك شو هي القاعدة النيتروجينية، وممكن للتسهيل إيش يفرطوا لك إياهم هيك، يحطوا لك إياهم سلسلتين قبال بعض وما يلولبوهم، مش هيك يعملوهم حلزوني على أساس إنه أسهل في إيش التخيل. هذا بسموه دبل هيليكس ماشي، النموذج اللي بسموه DNA دبل هيليكس، وهذا بسموه إيش اللدر كونجوجيشن، إنه عاملين إياه زي السلم مش عاملين إياه إنه هيليكس. فزي ما قلنا هذا للشرح أسهل. هي أنت شايف الثايمين والأدينين قاعدتين رابطتين هيدروجينيتين سيتوسين وجوانين، ثلاث روابط أدينين ثايمين رابطتين سيتوسين وجوانين وهكذا ماشي الحال. وهي إيش إذا انتبهنا إنه السكر ديوكسي ريبوز والفوسفات السكر والفوسفات السكر والفوسفات، زي كأنهم هم بيكونوا الباك بون أو الشريط الرئيسي
تبع سلسلة الـ DNA، بينما القاعدة النيتروجينية بتكون موجهة إلى الداخل، أوكي؟ والجهة الثانية نفس الشيء، السكر والفوسفات، سكر فوسفات، سكر فوسفات، هم بيكونوا الباك بون الرئيسي للشريط، والقاعدة النيتروجينية كأنها فايتة لجوا أو موجهة لجوا، وهذا بيسهل ارتباط القواعد النيتروجينية مع بعض، أوكي؟ طيب، إذن هذا اللي حكيناه قبل شوية كان عن الـ DNA. نشوف هلأ شو بدي يحكي لنا عن الـ RNA، وبعدين يقارن لي بين الـ DNA والـ RNA. هلأ الـ Ribonucleic Acid أو بيقولوا له الـ RNA. هلأ في له كذا وظيفة في الخلية، وفي عنا كذا نوع له. في عنا ثلاث أنواع رئيسية، في عنا Messenger RNA أو بيقولوا له الـ RNA الرسول. شو وظيفته هذا؟ Transform genetic code from DNA inside the nucleus to RNA in the cytoplasm. يعني بياخد نسخة عن الجين من الـ DNA وبيحمله لبرا للسيتوبلازم، عشان بعدين في السيتوبلازم ينقرأ شو اللي موجود عليه ويتحول لبروتين. أوكي، إذا هذا المسنجر RNA أو الـ RNA الرسول. في عنا الرايبوسوم الـ RNA، هذا شو شغلته؟ بيكون الرايبوسوم، والرايبوسوم هو الوحدة المسؤولة عن بناء البروتينات. طيب، وفي إشي اسمه tRNA اللي هو الترانسفير RNA أو الRNA الناقل، وظيفته ينقل أحماض أمينية. هلأ هذولي إحنا مبدئياً نعرف إنه في عنا ثلاث أنواع، وظيفتهم بتبين معانا المرة الجاي، أوكي؟ بإشي اسمه ترانسكريبشن والترانسليشن، المرة الجاي حناخدهم وساعتها بتصير الصورة متكاملة اليوم. بس بدنا نعرف شو يعني DNA، شو يعني RNA، كيف مرتبين، شو يعني نيكليوسايد، شو يعني نيكليوتايد. طيب، هنا هاي الـ RNA، اتفقنا الـ RNA سلسلة واحدة. هاي الباك بون مكون من السكر فوسفات، سكر فوسفات، سكر فوسفات، والقاعدة النيتروجينية بتكون بروترودينج لجوا. هاي جوانين، يوراسيل، انتبهت هنا ما في ثايمين، ماشي، بدل الثايمين في عنا يوراسيل، هون أدينين وسايتوسين، أوكي؟ هون تمام، هاي السايتوسين والجوانين، يوراسيل وأدينين زي ما اتفقنا، ما في عنا ثايمين. طيب، هون نشوف مقارنة بين الـ DNA والـ RNA، ماشي؟ شو بقولي؟ بالنسبة للقواعد النيتروجينية، في الـ DNA only الثايمين موجود بس بالـ DNA، أوكي، بينما اليوراسيل موجود بس بالRNA، تمام؟ بينما باقي القواعد النيتروجينية اللي هي الأدينين، الجوانين والسيتوسين، هدول موجودين في الDNA وفي الRNA. طيب، نشوف السكر والفوسفات. هلأ بالDNA السكر تبعها إيش اسمه؟ بنقول عنه ديوكسيريبوز، نتأكد هي على الكربون الثانية ما في OH، هذا ديوكسيريبوز. طيب، والRNA السكر اللي فيها اسمه ريبوز، هيو إيش عند الكربون الثاني الـ OH تبعته معه، يبقى هو سكر ريبوز. بينما الفوسفات موجود على الجهتين، موجود في الـ DNA وموجود في الـ RNA. طيب، نشوف الـ strands، هل هي single strand ولا double strand؟ الـ DNA هو double strand، ماشي الحال، with base pairing. زي ما قلنا السيتوسين بيرتبط مع الجوانين ثلاث روابط هيدروجينية، أدينين مع الثايمين برابطتين هيدروجينيتين، عشان هيك قولي هو double strand، سلسلتين. بينما الـ RNA is single strand، وهي single strand بتشكل حالها زي ما بدها، إما بشكل tRNA أو ribosomal RNA اللي قدام نشوف كيف. والهيليكس اللي هو اللولبة أو الشكل الحلزوني بالـ DNA، في عنا إيش؟ دبل هيليكس أساساً، عنا دبل ستراند ومعاملين زي الحلزوني أو الشكل الحلزوني، فبنقول عنهم دبل هيليكس. بينما في الـ RNA هذا الهيليكس مش موجود، زي ما قلنا الشريط الـ RNA بياخد شكل مختلف حسب نوعه، هل هو tRNA أو ribosomal RNA. هلأ آدي آخر سلايد كسمري بوضح لك الفروقات سريعاً عشان أنت ما يطلش عقلك يروح ويجي. هون بيقول لي الـ DNA has distinct structure. الـ DNA بيتكون من ديوكسي رايبوز، يعني ما فيش عنا أكسجين على الكربون الثاني تبعت الرايبوز، تمام؟ الـ DNA is double strand with hydrogen bond linking opposite base pair. The same
الباك بون أو اللي هو الشريط الجنابي هذا هو نفسه في الدي إن إيه أز في الآر إن إيه عبارة عن سكر وفوسفات. في عنا بالدي إن إيه في عندي complementary base pairing، الأدينين بيرتبط مع الثيمين والسيتوسين مع الإجوانين، هذا بثلاث روابط هيدروجينية، الأدينين مع الثيمين برابطتين هيدروجينيتين. وزي ما اتفقنا بيقول عنه complementary base pairing إنه بيكملوا بعض. هذا الحكي ensure the replication of DNA result in exact copies instead of random DNA sequence. أوكي، زي ما رح نشوف المرة الجاي كيف البني آدم أو كيف الخلية بتاخد نسخة من الجين وبتعمله عبارة عن بروتين بيساعدها complementary base pairing. هلا الـ complementary has bearing is used to make RNA from DNA، برضو هذا حيوضح معانا بالمرة الجاي. الـ RNA هلا خلص حكي عن الـ DNA بتلخيص. الـ RNA له distinct structure، له شكل مميز. الـ RNA exists as single strand زي ما اتفقنا. الـ backbone مكون من السكر والفوسفات. القواعد النيتروجينية زي ما قلنا بيكونوا داخلين لجوا شوية. القاعدة النيتروجينية في الـ RNA بتميزها اللي هي اليوراسيل موجودة بدل الثيمين، والـ 5 carbon sugar السكر اللي موجود هو رايبوز، واليوراسيل pairing والثيمين is the only distinction from DNA. اوكي، فهدولي زي تلخيص سريع للي احنا